السؤال يا شيخنا، لو انا مثلا ضغط الصلوات الفايته اللي عليا، ها؟ هو في ضغط الصلوات الفايته مثلا وفي صلوات نوافل، هل يرى جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية ورأي الحنابلة أنك تقضي ما فاتك من الصلوات لقول الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله حق أن يقضى. أما الحنابلة الذين يكفرون تارك الصلاة فقالوا إن أسلم لا يصليها، ونحن لا نوافق على هذا الرأي أنهم كفار. ولو تعارض مع النافلة أصلي الفرض مثلا، يعني أنا مثلا بدخل المسجد وقت الظهر أصلي فرض مثلا من الظهر القديم وما أصليش النافلة لو الوقت ضيق، أفضل؟ الأمر واسع في كل ذلك، وقضاء ما عليك أولى. جزاك الله خير. وإياكم.